السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اوبن بيلدينج ديزاينر دلوقتي، عايز ارسم شكل فري 3D، فهروح على بيلدينج ديزاين وبعد كده اروح لفورمس وبعد كده هقول له فري فورم، واقول له فري فورم، وابدا هنا اختار فيكسد هاي واكتب الارتفاع اللي انا عايزه وابدا ارسم اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، اقل عدد 3 نقاط عشان يكون الشكل بتاعي، ولما اخلص بدوس رايت كليك يبدا يكون لي الشكل ده. طيب ممكن اقول له لا، ده انا عايز ازود الارتفاع اخليه الضعف مثلا، وببدا ارسم ورايت كليك يبدا يرسم لي الحاجه بالشكل ده. شيفت مع البقره بتاعه الماوس عشان اقدر ان انا الف اعمل اوربت للشكل بتاعي.